الموسم ده موسم صعب جدا، الموسم ده موسم صعب جدا، يمكن احداثه ومواعيده اللي احنا فيه ده ما اتكررتش في اي حته في العالم يعني. عشان كده انا شايف ان انتوا كلكم اتعرضتوا لاجهاد، مش بس اجهاد، مش بس انا صوتي مش عارف اعليه يا جماعه، قربي شويه عشان مش عارف اعلي صوتي، مش بس اجهاد بدني، اجهاد بدني وذهني. الموسم ده اكتر موسم في يعني من تاخير الموسم اللي فات، اكتر موسم في العالم في بطولات. كم البطولات اللي انتم مريتوا بيها دي خليتكم يعني عندكم نوع من انواع الاجهاد بالبلوك الذهني قبل البدني كمان، واحنا الحقيقه مقدرين ده جدا، احنا كاداره مقدرين ده جدا، وانا متاكد ان جمهوركم كمان مقدر ده جدا. جمهور النادي الاهلي فاهم وشايف وعارف، جمهور النادي الاهلي فاهم واعي وشايف وعارف اللي بيحصل، عشان كده انا متاكد ان هو في ظهركم. انتوا سبب سعاده الناس الفتره اللي فاتت، بس ده حق الجمهور عليكم. اللي حصل المره اللي فاتت والسنه دي كده، انتوا سبب الناس بقت سعيده وفخوره بيكوا وبالنادي الاهلي. وهنا عايز اقول حاجه، النادي الاهلي لما بيفقد بطوله النادي الاهلي بينطلق منها. النادي الاهلي بطولات جايه كتير وعندنا بطولات كتير، لازم تبقوا فاهمين ده، ولازم تفرحوا جمهوركم اللي هو شايفكم اللي هو معاكم اللي هو في ظهركم. وكمان في ظروف يمكن خارج عن ارادتكم وارادتنا واراد كل الناس، عشان كده بقول لكم الناس شايفه وعارفه، بس احنا كمان من دلوقتي في اللحظه اللي بقول لكم عليها دي، احنا كمان لازم نكون بنفكر احنا ليه في بعض المباريات احنا كان يجب تركيزنا يبقى زياده شويه، كان يجب اهتمامنا يبقى زياده شويه، كان يجب ده خلاص، بس دي الكوره، احيانا مفيش توفيق، دي الكوره. انا يمكن برضو عايز اكرر شكر تاني ليكم، وعايز اقول ان انتوا كلكم محل ثقه بالنسبه لنا كبيره جدا، كل واحد فيكم، زمايلكم اللي مش موجودين، جهازكم الموجود، انتوا محل ثقه كبيره جدا جدا بالنسبه لنا. كمان عايز اقول لكم حاجه، اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا حققت رباعيه، اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا ابطال افريقيا مرتين ورا بعض، ما بتحصلش دي كتير. اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا تاخدوا مركز ثالث في العالم، برونزيه العالم تاني مره، الجيل اللي قبليكم اللي سبقكم هو ده النادي الاهلي. اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا ابطال السوبر، ما تنسوش ده، ترفع راسك انت اهلاوي، ترفع راسك انت في الاهلي، لازم تبقى فخور بده، زي ما الاهلي فخور بيكوا انتوا كمان لازم فخورين ان انتوا جوه النادي الاهلي. بص يا رجاله، انا من سنه ونص او سنتين انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم انتوا احسن مجموعه موجوده في القاره الافريقيه. انا قلت لكم الكلام ده من سنه ونص او سنتين، لان انا كنت عارف قدراتكم، وعارف انتوا ازاي المجموعه دي لما بتبقى مقفوله كده يعني بنعمل ايه؟ اعتقد الكلام ده كان حقيقي دلوقتي، ان انتوا افضل ناس موجوده في القاره. عشان كده يا رجاله لازم قلت لكم ما تخلوش حد يعني يسرق منكم فرحتكم، والجمهور ده اللي هو بيهتف لكم دلوقتي، بيهتف لكم، ده ليه حق علينا ان احنا نفرحه بقى في اللي جاي. الجمهور ده اللي بيهتف النهارده ده هو ليه حق علينا. الجمهور ده يا رجاله
هو الشريك معانا. هو السند. وهو معاكم صانع بطولاتكم وبطولات النادي الاهلي من 1907. الاهلي من 1907 بيمشي بالحب ده بالمجموعه دي. هو ده النادي الاهلي، هو ده التاريخ كبير، وده التاريخ اللي لازم تفخروا بيه، والناس تفخر كمان ان هي تنتمي للنادي الاهلي. جمهورنا فخور بده، انه عارف ان النادي الاهلي يعني كل كام سنه كده ممكن حاجه يعني تعدي. يا رجاله ده شيء مهم. كل اللي انا عايز انا بس بيقولوا ايه، انا لسه هقول جمله هم بيقولوها. بس عايز اقول لكم ازاي نفرح الناس دي. البطولات اللي جايه في بطولات كتير 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 جايه، ازاي نفرح الناس دي. انا الحقيقه بس احنا غصب عننا النادي الاهلي ما بيتركش ما بيسيبش حقه. انا مش عايز اعلق على الكلام ده دلوقتي، لكن كمان عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. احنا قصرنا معاكم، احنا قصرنا معاكم، ان احنا كنا عايزين فرقه زيكم، مجموعه زيكم، افراد زيكم، كان يجب ان احنا نحتفل بيها بالتاسعه. لازم نحتفل بالعاشره، لازم نحتفل بالبرونزيه، لازم نحتفل بالسوبر، لازم نحتفل بيكم. ده ما كانش في وقت، التلاحم ده اللي كان موجود ما كانش في وقت. عشان كده انتوا حقكم علينا النهارده ان احنا نعمل لكم احتفاليه نكرمكم فيها، احتفاليه نكرمكم فيها، ان انتوا تستحقوا ده. كل اللي انا عايز دلوقتي منكم خلاص، خلص اللي خلص انتهينا. فكروا في اللي جاي، فكروا في اسعاد جمهوركم، فكروا في كتاب التاريخ ليكم جديد، فكروا في ده. وانتوا تقدروا تعملوا ده، المجموعه دي تقدر تعمل ده. كتاب التاريخ جديد ليكم لناديكم، تقدروا تعملوا. ارفع راسك، انت اهلاوي. كلمه الاهلي دي كبيره جدا، كبيره جدا. خلاص انتهى انتهى، نبص للي جاي. رجع ان شاء الله قريب هنعمل حفله تكريم لحضراتكم، بس نشوف مواعيد عشان نظبط ميعاد كلكم موجودين بتوع المنتخب او الانتبهات اللي معانا المحترفين، نقدر ان احنا نظبط بس الميعاد وفي ميعاد مناسب ان شاء الله. حتى مش عارفين لسه الانتبهات اللي جايه تبقى شكلها عامل ازاي. تاني بقفل ان انا اشكركم، واحنا مقدرين مجهودكم اللي فات، وجمهوركم مقدر مجهودكم. ما كانوش يبقى بالشكل ده. الموضوع خلاص، فكر في اللي جاي. بكره الصبح كده كل الناس تفكر احنا هنعمل ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله. وتقدروا تعملوا كتير، ان انتوا تستحقوا ده وتقدروا تعملوا ده وانتوا جوه النادي الاهلي. ماشي يا رجاله، عايزين نقف مع بعض كلنا ونقرا الفاتحه ونوعد من هنا من المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده اللي جاي هيبقى عامل ازاي. نوعي جمهورنا بيه. توفيق يا رجاله ان شاء الله. شباب